ويواجه نافالني حكما بالسجن لثلاث سنوات. ينضم إلينا من لندن مراسل بي بي سي عصام عكرماوي. مرحبا بك عصام. ما الجديد في هذا الشأن؟ ما المتوقع من جلسة اليوم؟ المتوقع من جلسة اليوم حسب المتظاهرين ومؤيدي نافالني الذين يحاولون التظاهر أمام مبنى المحكمة في موسكو هو أن تقوم المحكمة بالحكم على نافالني بالسجن الفعلي لمدة 3 أعوام ونصف. هو كان قد حكم عليه بهذا الحكم في السابق بعد قضية اتهم فيها بتبييض الأموال عام 2014، حكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات ونصف مع وقف التنفيذ. الخشية الآن أن يتم بالفعل سجنه لهذه الفترة، خاصة بعد اعتقال عدد من أنصاره خلال الأيام الماضية ووضعهم تحت الإقامة الجبرية. المؤيدوه يقولون أن الحكومة تحاول أن تسكت الأصوات المعارضة من خلال الضرب بيد من حديد على أي شخص يخرج عن الخط الذي تريده الحكومة. شكرا لك من لندن مراسل بي بي سي عصام عكرماوي.